السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخيرات. ظهرت تصريحات للفنان حسن يوسف عجيبة غريبة. أول حاجة هو طلع قال إنه الفن أو القبلات في الفن زمان كانت ملهاش أحاسيس، كنا بنبوس من غير إحساس لأن الناس موجودة وكادر العمل والعمال موجودين والناس موجودة، الستاف بتاع الفيلم كله موجود، فمفيش إحساس، وكمان كنا بنتمضمض بقنا بعد القبلات أو بعد البوسة. عقب التصريحات دي طلع حسن يوسف تاني في اليوم السابع وقال إنه لأ، أنا مقولش الكلام ده، في صحفيين بيكلموني ودول صحفيين مدعين وغير صادقين ومش أعضاء نقابة الصحفيين، وهطلع على كارنيه النقابة عشان أعرف القبلات عشان أعرف دول صحفيين ولا لأ. هذه التصريحات خدتنا لمناطق عجيبة غريبة في حياة حسن يوسف نفسه. حسن يوسف هنا بيتكلم عن القبلات، يعني ده التصريح بتاع حسن يوسف، بيقول ان التصريح بتاعه محرف وانه مش صحيح وانه ما قالش الكلام ده، وبيتحدث لعدد من الصحف بيقول اليوم السابع ده كلام خاطئ ومش صحيح وانا ما قلتش الكلام ده والكلام ده مفترى عليا ومن تأليف صحفيين مش اعضاء نقابة او مش صحفيين بجد، وانا مستغرب ليه طلعوا التصريحات دي عليا او خدوها عني. الفنان حسن يوسف يرد على تصريحاته المثيرة عن القبلات الفنية، وانه بيقول حسن يوسف هنا ان القبلات دي يعني انا ما قلتهاش وما قلتش الكلام ده. اولا يعني مليار يعني البشر ما عرفش عددهم كام فكل يعني اغلب الناس باسط واغلب الناس يعني عارف ان البوسة فيها احساس. طيب هنقول مثال وهو مثال سيء، المغتصب او الشخص هذا اللي بيقوم بدور قذر اللي هو الاغتصاب، هل ما بقاش فيه احساس لو قبل لو عمل بوسة؟ يعني طبعا تصريح خزعبلي، تصريح ينافي الطبيعة البشرية، يعني ايه تصريح من غير احاسيس عشان العمال موجودين وعشان احنا بنصور فيلم والمخرج موجود؟ طبعا معروف في المشاهد العارية او المشاهد اللي ما بيكونش فيها يعني تبقى اكسكلوزيف قوي، يعني ممكن يبقوا الفنانين عريانين بتاع، بيمشي اغلب الستاف بتاع التمثيل وبقى المخرج ومدير التصوير هم الموجودين او اتنين. في قصص كتير لفنانين كتير كتبوا في مذكراتهم ده سواء من بداية السينما المصرية او حتى في الفترة الاخيرة على حكاية ازاي بيصوروا مشهد عاري، في ازاي يبقى الكادر موجود، ازاي يبقى مين موجود في الكاست والكلام ده. هذا الموضوع يحل ده الى قصة اخرى، انه هذا الفنان كاذب. ليه كاذب؟ يعني مع تقديري واحترامي وحبي، يعني بحب الولد الشقي حسن يوسف اللي بدأ في الافلام العظيمة عشرات الافلام من انا حرة اللي في بيتنا يا رجل ده انت في فيلم من الافلام اضطرت الرقابة تتدخل انها تشيل القبلات والبوس اللي هو فيلم الجبان والحب. حسن يوسف حصل التحول لما عمل دور الشيخ محمد متولي الشعراوي، طبعا حسن يوسف مثل من الستينات عبد الحليم حافظ وعماد حمدي وشكري سرحان وعمل افلام عظيمه وهو ممثل جيد وممثل موهوب ودمه خفيف وملقب بالولد الشقي وادواره الحقيقه حلوه وكوميديه. فلما انتقل لامام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي تلبس الدور، يبدو يعني ان حسن يوسف قرر يبقى داعيه بجد، صدق ان هو مفتي بجد وخربت مواقفه بتدخله في السياسة بعد ثورة 25 يناير 2011 وفي عهد مرسي والإخوان وحاجات كتير دخل فيها حسن يوسف لم يكن له أبدا أنه يدخل فيها. فجد الوقت بتكلم على المضمضة، يلا نطلع هاشتاج بوس وتمضمض، أو يعني لأنه بصراحة يعني هاشتاج المضمضة ده يمشي حلو، عايزكم تشاركوا فيه ونشوف الموضوع يوصل لفين ورأيكم إيه. أدخل معاكم على حكاية القبلات او الكلام ده، يمكن هادي الباجوري لو انتقلنا الى هادي الباجوري كان ليه تصريح عن زوجته ايمان رئيس، ياسمين رئيس، كان متجوز ياسمين رئيس، فقال انه مش ممانع الناس تبوسها في الافلام وان ده فارق كبير بين البوسه الحب وبوسه القذاره او بوسه الاحساس اللي كلمنا عنها حسن يوسف. الحقيقه ياسمين رئيس بعدها كتبت تغريده في تويتر قالت فيها تتغير المراه كثيرا حين يظلمها احد او يقلل من قدرها او يجرحها متعمدا، ومهما بلغت معزتها عنده لهذا الشخص فستختصر حديثها وعلاقتها معاه، واعلنت طلاقها من هادي الباجوري لانها حست انه لا يصونها انه مش محافظ عليها، وكتبت الايه بتاعت وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم، واعلنت طلاقها بعد عشره طويله من هادي الباجوري. موقف بسيط جدا طلعته. طيب الاستاذ حسن يوسف لما حضرتك
شايف ان القبلات من غير احاسيس. ليه لما لبلبة هو حسوس بيتجوز لبلبة؟ كان لبلبة عندها 17 سنة، اهلها رفضوا يجوزوها له لانها مسيحية لاختلاف الديانة وهو مسلم، ولانها 17 سنة وهو كبير عنها في السن. في الستينات اصرت وقالت انا هنتحر لو ما اتجوزتش حسن يوسف، وعاشوا قصة حب عظيمة وقعدوا 7 سنين متجوزين. جات بتأدي دور راقصة في فيلم، هفتكر لكم اسم الفيلم، بتأدي دور راقصة في هذا الفيلم، ففي قبلة بينها وبين حسين فهم في بوسة طويلة، وهي بتقوم بدور توحة الرقاصة، كانت عاملة اسمه توحة، او هي عاملة دور توحة الرقاصة، ففي قبلة بينها وبين حسين فهمي، فحسن يوسف خيرها اما القبلة واما الطلاق، اما حياتنا واما الطلاق. قالت لها هتطلق، واتطلقت. لما هي القبلات يا استاذ حسن بلا احاسيس وبلا مشاعر وبتتصور في فيلم سينمائي، طب حضرتك ليه طلقت لبلبة؟ اطلع رد عليا، رد على الناس، ليه طلقت لبلبة رافضة للقبلة او البوسة اللي بسالها حسين فهمي وهي عاملة دور توحة الرقاصة، رفضت وطلقتها؟ يعني ايه التفسير؟ التفسير هنا او المسألة هنا بتتعلق بتحولات الفنان. حسن يوسف بيقول ان لو عاد بيه الزمن ما كانش هيعمل الافلام دي او الاعمال دي، بينما الافلام دي او الاعمال دي هي اللي عرفتنا مين حسن يوسف، وهو هي اللي وصلته لمحمد متولي الشعراوي. يعني لو حسن يوسف مش نجم وبيمثل واوا، لا هيعمل امام الدعاء ولا الامام النسائي ولا هيعمل القضاء اللي في الاسلام، مش هيعمل الادوار دي لانه بقى نجم فعمل الادوار دي، فهو تدرج في حياة الانسان. يا اخي عايز شايف ان هذه المسألة حرام وان التمثيل حرام وان خلاص توب واعتزل وقعد في بيتك ما تمثلش تاني، والفلوس بتاعته لان اوريدي الدخل هيبقى حرام، فخلاص يعني ليه عامل الدوشة دي؟ يعني ليه عامل المسألة دي بعد ما انت فنان والناس بتحبك ولك دور وبتاع وكده؟ خد موقف ياسمين رئيس، خدت موقف حقيقي من جوزها وسابته. حضرتك طلعت لبلبة عشان بوسة عشان قبلة، يبقى هي بأحاسيس. نتكلم بقى بجد، فيش حاجة اسمها في السينما فيش بوس. أنا طبعا حضرت كتير من المسلسلات والأفلام أثناء تصويرها، وكان عندي في مصر أصدقاء كتير من نجوم السينما والتلفزيون. بوسة حقيقية، فيش حاجة اسمها البوسة مش حقيقية، بيبوسها في شفايفها عادي، يعني شفتها اللي فوق شفتها اللي تحت بقايا بوسة، أيوة بيقبلها، هو التقبيل في السينما موجود. حكاية أكذوبة إنه مفيش سينما والسينما النظيفة، خالد يوسف قال لكم محمد هنيدي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز نعمل سينما نظيفة، فيش حاجة اسمها بوسة تمثيل كده وكده، هي بوسة هي قبلة، يعني شفاه رجل وامرأة، فما تطلعوش تدعوا علينا. خلاص انت بتعمل حاجة مقتنع بعمل، مقتنع بقيمة هذا العمل، بدور الفن في المجتمع والحياة، خلاص تمام مقتنع، مقتنع بالبوسة، انت حر، انت في حياتك حر، ما تجيش تكذب علينا. يعني سيب الناس تشوف الفن تتفرج عليه، ما تجيش تكذب علينا. طيب امتى كانت اول قبلة في السينما المصرية؟ امتى بدأت القبلات؟ دي قصة حلوة، خليني احكي لكم القصة دي، بس خليني الاول اطلع معاكم فاصل سريع جدا. اهلا بكم مرة تانية. الحقيقة في موضوع مهم عمله زميل عمرو توفيق في الدستور، وتكلم عن تأسيس صناعة السينما في مصر، واول قبلة كانت فيلم قبلة في الصحراء، ده كان عام 1927، واثارت اعتراض الازهر الشريفي، اعترض على هذه القبلة السينمائية، كانت في مشهد في فيلم قبلة في الصحراء. ذاكر الكلام ده كتاب سلطة السينما سلطة الرقابة للكاتبة أمل عريان فؤاد، وهو تاني فيلم في تاريخ السينما بعد فيلم ليلى، وتعرض عام 27، أخرجه المخرج الفلسطيني المصري إبراهيم لاما، معروف طبعا إبراهيم لاما وبدر لاما. بعدها ب6 سنين قامت مؤسسة الأزهر وطلبت أنه القبلة بتاعت فيلم الوردة البيضاء اللي كان بطله الموسيقار محمد عبد الوهاب مع سميرة خلوصي تتحذف. وأنا بصراحة لدي مذكرات المخرج محمد كريم، مخرج في أفلام الوردة الحمراء، الوردة البيضاء، دليل عبد الحليم حافظ، مخرج متميز في السينما المصرية، وتزامل هو ويوسف وهبي في بداياته، وعندي خطاباته في كتاب رسائل المشاهير، وحصلت على أغلب أوراقه ومذكراته من ابنته السيدة ديانا كريم، لا أعرف إن كانت حية أو ميتة رحمة الله عليها، يعني مع سيدة محترمة مع خالص التقدير ليها. فالأزهر لما شاف عبد الوهاب بيبوس سميرة خلوصي في هذا الفيلم قرر أن يوقف هذا المشهد، وقال لك لازم يتحذف المشهد ده لأنه الحقيقة هذا غير، فرفضوا، فقال لهم نقدم شكوى للأمن العام، والأزهر بالفعل قدم شكوى
للأمن العام. المخرج محمد كريم صور الفيلم ده في استوديوهات باريس، لكن الأزهر أصر على أنه يشيل قبلة محمد عبد الوهاب، أنت مرتدي الطربوش، وقال لك الطربوش ده كان بيمثل الزي القومي للبلاد، فلازم القبلة دي تتشال من هذا العمل. وطبعا محمد كريم اتكلم في مذكراته عن محمد عبد الوهاب وعن كامل الشناوي وعن طه حسين وعن دور الأعمال ودور عبد الوهاب التمثيلي في هذه الأعلى، لأنه كان ممثل وموسيقار عظيم. طيب عظيم الكلام ده، الأزهر اعترض على مشهد القبلة، لكن المخرج محمد كريم بيقول في مذكراته أن الجمهور كان مبسوط جدا واستقبل الفيلم استقبال كبير، وصفق الجمهور لدقائق طويلة واستقبلوا استقبال رائعا، وأنتجت المصانع تيمنا باسم الفيلم نسيج حرير الوردة البيضة، وافتتح فندق بالاسم نفسه اسمه الوردة البيضة، حتى الحانوتية كتبوا على اليافطات حانوتي الوردة البيضة. ده نجاح الفيلم في المجتمع. عدت القبولات كمان اللي عملها توجو مزراحي في أفلامه السينمائية. توجو مزراحي مخرج كبير، عمل سلامة عام 45 اللي هو بطولة أم كلثوم طبعا، وظهر بعد كده تقليد القبلة الختامية في آخر كل فيلم، يبقى فيه بوسة للفنانين الأبطال لما يرجعوا يبوسوا بعض في آخر كل فيلم، وابتدى المخرجين والفنانين يقلدوا يقلدوا توجو مزراحي والناس دي. كانت القبلة السينمائية دي تظهر في أفلام فنانين كتير، لكن في فنانين رفضوا الكلام ده زي إسماعيل ياسين، يمكن أسباب عائلية أسباب أخلاقية ما عرفش. حصل تحول في هذا الأمر لحد ما جه سنة 45 عمل إسماعيل ياسين الأنسة حنفي، ومفيش مشاكل وانها تحولت لواحدة ست وكده. هند رستم كانت ترفض القبولات وتقول لا المخرج بيزودها حبتين وكده، وقعدت الأمور طبعا هادئة نسبيا. طرأت زي ما بيقول عمرو توفيق في الدستور بعض التغيرات على المجتمع المصري في فترة السبعينات، وده اللي قاله سمير فريد في كتابه تاريخ الرقابة السينمائية في مصر، واتكلم عن دور الرقابة وشرح ازاي ان الجماعات الإسلامية كانت تحس الجمهور انه يرفض القبولات في الأفلام وتطالبهم انه ما يشوفوش الأفلام دي. الجماعة الإسلامية نفسها شنت حملات على فيلم حمام المراطيلي، طبعا كلكم شفتوا الفيلم كلكم فيلم الشهير، وطالبوا انه حد يشوف الفيلم ده، بان الحكومه كمان عملت قوانين من حكومه الرئيس انور السادات تضمن قيود على الافلام السينمائيه اللي كان معظمها قبل كده متاح. وبعدها زي ما اتكلمنا في الاول ظهر مصطلح السينما النظيفه، وظهرت حملات اعتزال الفنانات، وظهر دور الشيخ محمد متولي الشعراوي، واعتزل عدد من الفنانات زي شمس البارود اللي هي مرات حسن يوسف دلوقتي، مديحة كامل، وبعضهم ارتدوا بعضهن يعني ارتدى الحجاب، وفرضنا قيودا على ظهورهن في الافلام السينمائية، واشترطنا انه تخلو من مشاهد القبولات وغيرها من الامور اللي زي كده. بعض الفنانات رفضوا انهم يصوروا مشاهد قبولات، يعني مثلا نورة كانت عاملة فيلمين مع عادل امام، فكان في الفيلمين الفنانة معتزلة طبعا نورة أخت الفنانة بوسي، فرفضت فيلم غاوي مشاكل كان سنة 80، وكان فيلم المحفظة معايا سنة 78، رفضت إنها تتباس في الفيلم ده من عادل إمام. أثار الحكيم نفسها رفضت. الغريب إن عادل إمام نفسه قال أنا ما أقبلش إن بنتي تظهر في مشهد سينمائي يتضمن بوسة قبلة، وده عمل جدل واسع، ورفض انه يرفض انه بنته تمثل. عادل امام عنده، وشفت له انا لقاء تلفزيوني بيتكلم فيه عن ازاي انه يجب انه يبقى فيه تربيه في البيت، تربيه جيده، ويبقى القران حاضر و و و هند رستم كمان كانت بترفض القبلة في السينما. انا قابلت هند رستم الله يرحمها برضو في بيتها في ابو الفدا في الزمالك، مش فاكر، بس بلكونتها على النيل مباشرة، فصورت افلام كتير، رفضت انها تتباس، مع انها تباست مع احمد مظهر في فيلم الحب الاخير، محمد كامل حسن مخرج الفيلم طبعا تبست بوستين، فالبوسة التالتة قالت له انت زودتها حبتين وقف. حسين صدقي برضو الفنان رفض هذا الامر، وكان حاد فيه مشواره الفني وسموه واعظ السينما واعتزل الفن. وقصة حسين صدقي ممكن نتكلم عليها في يوم من الأيام، هو طالب بإحراق أفلامه اللي فيها قبولات، مع أنه كان أحد أبطال القبولات الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم العزيمة مع فاطمة رشدي عام 1939، وكان حسين صدقي يعني عنده
أزمة شهيرة مع القبولات وتم تناولها بين الفنانين في الوسط الفني، لأنه في شهر رمضان رفض تصوير مشهد في قبلة وقال أنا صايم ومش هصور مشهد وأنا صايم. حاول عاطف سالم يقنعه بتصويره لكنه رفض وطلب فتوى تجيز هذه القبلة، قال لهم عايز أصور أنا صايم هتولي فتوى. راح المخرج بعت موظف وعاد معاه فتوى تجيز القبلة السينمائية، فاقتنع صدقي وصور المشهد بعد وقت طويل. الكلام ده منشور في مجلة الكواكب. عام 45 كمان حصل جدل كبير في فيلم شارع البهلوان لصلاح ابو سيف، لانه طلب من كمال الشناوي ان يبوس كاميليا، كاميليا صاحبة اجمل شفاه بتاع قصه الملك فاروق نبقى نتكلم عنها مره تانية. الشناوي رفض، قال انا صايم مش هصور البوسه دي، مش هصورها. فابو سيف قعد يثني كمال الشناوي على قراره وحاول يقول له ان القبلة السينمائية ما بتبطلش الصيام والكلام ده، وانه ده بند العمل بيتربح منه اكل العيش وكده، وانت هتسبب خسائر فادحة للفنانين والكاست كله. فطلب الشناوي المشهد يتأجل لما بعد تناول الافطار، وفي النهاية اقتنع وباس وهو صايم. علي بدرخان كمان عاد تصوير قبلة بين زوجته كانت وقتها سعاد حسني وإيهاب نافع 6 مرات، يعني بصراحة عداه العيب. بوسي بتقول في حوار ليها برضو انه نور الشريف ما كانش بيتدخل في اختياراتها الفنية وما كانش بيعترض على مشاهد القبلات او الاحضان اللي بتخدم السياق الدرامي او السياق الفني في العمل، عمل التمثيل يعني، او الادوار اللي بيقوم بيها. وده برضو اكده نور نفسه في حوار قال فيه انه يؤمن بحرية الفن ولا يتدخل في ادوار زوجته. فهو ده المشكلة الحقيقية الآن اللي أثرها حسن يوسف، قلبت المواجع على كل الفنانين. طيب هنا بقى احنا في سياق تاريخي درامي فني، انا بحكي لك اللي حصل، بعض القصص اللي حصل في التمثيل. قلت لك عادل إمام نجم الضرب على المؤخرات والبوس والقبل، هو فنان كبير يعني، انا بسخر، وعادل إمام فنان كبير فعلا وموهبة حقيقية، وهو نجم من بداياته حتى هذه اللحظة يتربع على عرش النجومية، وأنا بتفرج على أفلام عادل إمام وبحب عادل إمام، وكان صديقي عادل إمام، وكنت بروح لعادل إمام وعندي صور كتير أنا وهو في عدة لقاءات. يعني أنا مش بشتب يعني، بس أنا بقول لكم إن هو نفسه صاحب يعني كمية بوس أكتر من عبد الحليم حافظ في أبي فوق الشجرة. رفض إن بنته تتباس، أنا أرفض إن بنته تتباس. فهو أنا بقول لك السياقات أنت حلل براحتك، اقرأ اللي بين السطور. قال لك لا أنا مش هقبل إن بنت تمثل وتتباس. فهو ده عادل إمام يعني، ده سياق له أكتر واحد بس في السينما يعني. فيلم صراع في الوادي بتاع فاتن حمامة وعمر الشريف اللي ما كانش، كانت فاتن حمامة ترفض البوس، كان سنة 54. يوسف شاهين استغرب من أنه عمر الشريف بيبوس فاتن حمامة واندمجوا في القبلة لدقائق وبدت حقيقية عميقة، وكشفت أن في قصة حب من عمر الشريف وبين فاتن حمامه. وصل القصه لجوزها عز الدين ذو الفقار، فعز الدين ذو الفقار اتطلقوا بعدها وواجه عمر الشريف، وبقت قصه كبيره ان عمر وفاتن بيحبوا بعض، وحصلت جميع الصحف كتبت عن القصه وانتهت بالجواز من عمر وفاتن. محمد فوزي كان دايما يتدخل في قرارات مديحه يسري في افلامها السينمائيه لما كان متجوزها، وهي قالت برضو مديحه يسري انه في حوار في مسبيرو زمان، قالت انه محمد فوزي رفض رفضا قاطعا انها تصور مشهد قبلة سينمائية في فيلم اني راحلة، اني راحلة وقصة يوسف السباعي طبعا. وبعد خطاب لعز الدين ذو الفقار مخرج الروائع قال له انا بحذرك وهخسرك نهائيا يا عز لو صورت المشهد ده لمديحة يسري، وتمت القبلة بين مديحة يسري وعماد حمدي بحيلة سينمائية عملوها. انور وجدي كمان كان بيرفض ان مراته ليلى مراد تظهر في مشاهد سينمائية تضمن قبلات، وصل الأمر أن يطلقها وينفصل بسبب قبلة فيلم الماضي المجهول عام 46 لحد ما تأكد أن القبلة مش حقيقية. تخيل أنور وجدي. الموسيقار بليغ حمدي احتد على سمير صبري ومراته وردة بسبب قبلة سينمائية في فيلم حكايتي مع الزمان، كان مفترض من سمير صبري والفنانة وردة أن يصوروا، لكن بليغ قال محدش يبوس وردة، وقالوا القبلة هتبقى على خدها مش في شفايفها، لحد ما اقنعه حسن الامام وتمت القبلة على الخد بس. ده بليغ حمدي، اشهر حوادث الانفصال في تاريخ الفن اللي بدأنا بيها بتاعت اخونا الفنان الامام الداعية فقيه الامة حسن يوسف، اللي هي طلاقه من لبلبة بسبب قبلة. يعني انت كنت حمش وبتاع وتطلقها من قبلة، ودلوقتي مبقتش حمش بتقول قبلة عادية. كان فيلم بنت بديعة، افتكرت لكم الفيلم، كان اسمه بنت بديعة، وعاملة لبلبة دور توحى الرقاصة،
فحسن الإمام أضاف قبلة بعد الموافقة على السيناريو. فحسن اتصلت بزوجها، أستأذنك يا حسن هتباس. فطبعا قال لها مش هتتباس وهددك بالطلاق لو اتباستي، وحطها بين خيارين انها تتباس او انها تتطلق، فاختارت الطلاق. اختم بموضوع حسن يوسف ولبلبة، فهذا يكشف التناقض، التناقض الفني، التناقض السياسي، التناقض في الفن. انت بتمثل يا عم، في بوسة ولا مفيش بوسة؟ الموضوع نروح الناحية التانية عشان نشوفه. اذا انت يعني في بوسة ورافضها، قول انا رافضها ما تبوش. اذا انت شايفها عاديه هبوس، لكن يا عم حسن يعني ما تعمليش ابن تيمية. ولا ابن تيمية ولا حد يفتي في الدين، بس هو انت ليه ربط الدين بالفن؟ ليه ربط السياسة بالفن؟ ليه ربط ان انت شرط تعرض للسلطة عشان انت تبقى موجود وتعمل ادوار؟ يا باشا الكلام ده ما بيحصلش غير في الدول العالم الثالث، واحنا خلاص بقى مصر المفروض تبقى جمهورية جديدة يعني. فما تطلعش تقول لي البوسة ومش البوسة والمعرفش ايه. فالحقيقة هو موضوع يعني مثير، لكن حاولنا نناقش معاكم قبلة حسن يوسف، رجعتنا لتاريخ السينما وذكريات كتير. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقات تانية نتكلم عن مش البوس يعني، اكيد يعني مش هنقضيها بوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.